بسم الله الرحمن الرحيم. مقدم طيار جلال دفع السيد، قائد مجموعة الجسر الجوي. نحن بدأنا العمل ده من يوم السبت الماضي، وحتى الآن تقريبا نفذنا أكثر من 35 رحلة في مجال النقل الطبي والمساعدات الغذائية والمساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة. ويعني ما زالت القوافل تتسارع، يعني نحن حتى الآن يعني حس الطائرات جاهزة، ونحن بعد شوية إن شاء الله حنقلع نمشي رحلة المناقل فيها كوادر طبية، بعض المتطوعين أطباء وتخصصات طبية مختلفة، وبعد ذاك هم حيتحركوا للغرى المجاورة والمناطق اللي هم قاصدين يصلوها على أساس يقدموا مساعدة للناس والمساعدات الطبية لهم. نحن في كل الأحوال طياراتنا جاهزة، والشغل اللي اتعمل من يوم السبت واللي جاء يعني الحمد لله كان شغل مقدر، وقدرنا فيه يعني نوفر كل الأحتياطات الطبية والعاجلة والمساعدات بالنسبة للمستشفيات أو بالنسبة للكوادر الطبية، والمعينات الطبية هو الأدوية بأنواعها والأكسجين والأجهزة الطبية اللي بتساعد في الفحوصات وغيرها في اللابات، ودي كلها الحمد لله اتعملت في الفترة دي، وقدرنا إنه نوصلها للمحتاجين لها في خلال هذه الفترة المضت. أنا أقول لهن في الكريمت الناس المتضررين، أيوة. الناس المتضررين، أيوة. حول الكريمت، أيوة. نقول إن شاء الله ربنا يعني يخلف عليكم ويعوضكم، ونحن كقوات مسلحة جماعة توجيه من رأس الأركان إنه نكون مع أهل المتضررين داخل ولاية الجزيرة، وهسه الآن إحنا في الكريمت، نعم. إحنا يا جماعة حقيقة هسه جبنا لكم غافلة طبية، غافلة طبية من الناحية الطبية على أساس إنه تزعف الناس، أيوة. المرضانين. لو هسي في زول هنا مريض برضه يمكن نشيله معانا نوديه هنا المودي ولا مدني، ونحن جماعه من هنا ان شاء الله ده دورنا احنا قوات مسلحه. يما القوات المسلحه دورها ومن واجباتها درع الكوارث والفيضانات والحاجات اللي بتحصل مشاكل دي، ده جزء من واجبنا. احنا نقول لكم نحن معاكم، لو احتجتوا لنا في اي لحظه عندكم ناس زارين ازعاف احنا الطياره بيجيكم ثاني هنا، ما عندنا اي مشكله. عندنا اسال المهندسين شغالين، وعندنا القوات الجويه شغاله، وعندنا الان برضه زادنا شغالين، برضه رصد المصدومات الصناعات الدفاعيه شغاله، كلهم نازل في سبيل انه هنا المواطن في ولايه الجزيره الناس اللي تضرروا هنا نوصلهم. وهسه احنا محلنا ده ماشيين جنوب الجزيره لانهم محتاجين لخيام ديلك محتاجين لخيام. احنا اصلا معاكم، رح تقتلونا في زمن احنا جايين لكم عشان ما تقول احنا كل الجزيره دي عندنا واحد، الناس كلهم واحد، الناس المتضررين احنا معاكم.